ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان بفطرة الجد والعمل والاجتهاد، وإن هو يكون عنده مصابرة لتحقيق الأهداف وتحقيق النجاح. مفيش حد مننا ما بيطمحش إن هو يكون شخص ناجح، يكون شخص ليه وجود ويكون ليه تواجد مرموق في الحياة، شخص مؤثر في الحياة بشكل أو بآخر. مفيش حد بيتمنى إنه يكون شخص فاشل أو إنه شخص يعني يكون كده على الهامش أو مش مؤثر في المجتمع اللي بيعيش فيه. ولكن هناك أسرار وهناك عوامل من خلالها نقدر نحقق النجاح، والمهم جدا جدا نكون مدركين مفهوم النجاح بمفهومه الشامل، نعرف يعني ايه نجاح وازاي ممكن نحققه. النهارده هنتكلم عن اسرار النجاح واهم العوامل اللي من خلالها نقدر نكون اشخاص ناجحين مع ضيفي الكريم اللي بيشرفني النهارده، دكتور عز الدين الحيدري، استشاري علاقات نفسيه واسريه وتنميه بشريه. اهلا بك دكتور. اهلا بحضرتك، يعطيك الف عافيه، واهلا بكل المشاهدين الكرام. اهلا بك. بالتاكيد دكتور النجاح نسبي وبيختلف من شخص لاخر طبيعي، ولكن خلينا في البداية كده نفهم من حضرتك أكتر عن مفهوم النجاح، إيه هو؟ السلام عليكم ورحمة الله، وصبحكم الله بالخير، وأحييكم تحية خاصة وعامة على اختيار المواضيع الجميلة التي تعالج مشاكل الناس، تدخل إلى قلوب الناس، تعالج الإرشاد النفسي والإرشاد الأسري والإرشاد العلاقاتي حتى. مفهوم النجاح هو عظيم، عظيم في حروفه وعظيم في كلماته وعظيم حتى في ثوابته، ولكن عدم الإدراك لدى أغلب الناس عن النجاح هو اللي بيخليه وكأنه شيء كبير أو بعيد عن المنال. فكلمة النجاح هو تحقيق المراد، إما بوصول إلى الهدف أو الغاية أو مراد مقصود. طالما لديك هدف معين وحققته هذا نجاح. صحيح. طالما لديك غاية ووصلت إليها هذا نجاح. طالما وضعت مراد معين وسعيت إليه ووصلت إليه هذا نجاح. صحيح. فالقصد في كلمة النجاح هو أن تمتلك هدف وتسعى إليه وتصل إليه، حتى وإن كان بسيط جدا. يعني سأضرب أمثلة بسيطة. لو أنا مثلا قررت أن أقرأ كتاب وقرأت هذا الكتاب في فترة شهر مثلا، نجاح. لو أنا قررت مثلا أن أذهب إلى رحلة وحققتها، نجاح. لو أنا تركت أثر بسيط عند أي شخص معين أو عند فرد معين أو عند أسرة معين أو عند مجتمع معين أو نطاق عائلي معين أو نطاق عملي معين فهو نجاح. لو أنا تركت حتى كلمة لها أثر بين الناس بمستوى طيب وراقي وفاضل فهو نجاح. صحيح. إنما هي درجات النجاح هي التي تجعل الإنسان لم يدرك فصائل هذا النجاح الجميل. هل دكتور في سر للنجاح وفي أسباب للنجاح ممكن نحن نعتمد عليها عشان نقدر نحقق هدفنا وننجح في الوصول إليه؟ هو طبعا لا يوجد دخان من دون نار، ولا يوجد شروق من دون شمس. صحيح. ولا يوجد نهار من دون فجر. للنجاح أسبابه الحقيقية وأسراره، بل يعني ثوابته الأساسية في الحياة. خمس مفاتيح إذا أردت أن تنجح، خمس وهي سهلة وبسيطة. المفتاح الأول أن تؤمن بنفسك، أن تؤمن أنك موجود. وطالما أنت إنسان موجود فينبغي أنه لك هدف، ينبغي أن لك غاية، ينبغي أن لك ثبات، ينبغي أن لك أثر، ينبغي أنك حلقة وصل ضمن سلسلة بشرية كاملة متكاملة. فإذا أول هدف أو أول سبب من أسباب النجاح أن تؤمن بوجودك، تؤمن بنفسك أنك إنسان، لديك فكرة، لديك أثر، لديك طريق. وخلي بالك طريقك الذي موجود أمامك إن لم تسلكه سلكه غيرك. صحيح. وإن لم تكن أنت إذا لم تحقق النجاح مع الآخرين ستكون أنت وسيلة لنجاح الآخرين. قاعدة لا يمكن أن تنسى. فإذا أولا أن تؤمن بنفسك، ثانيا أن تحمل فكرة. تجد أغلب الناس ممكن يعيش يعني أحلام اليقظة والخيالات الواسعة. صحيح. وممكن يشتري هواء أو يعني يشتري كلام وباع في الهواء لا قيمة الهواء. أن تمتلك فكرة، أي فكرة توجد في بالك، والله حتى لو كانت فكرة زمالة جميلة، أو حتى فكرة تعرف على الناس، أو حتى فكرة الخروج والمشي بين الناس بالمعرف والخير، هي فكرة. الأمر الثالث أن تكون أنت صاحب همة. ما ينفعش أنه أنت تجهز مصنع وما عندكش عمال نشطاء. صحيح. ما ينفعش أن أنت تكون عندك مثلا شهادة قيمة وما بتقدرش تكلم الناس أو تعلم الناس ما تعلمته. فأن تكون لديك همة. رابعا وهي الأهم، أنا في رأيي على أن هذه نافذة الخروج إلى المجتمع، هي النافذة الحقيقية ما بين جواهرك وما بين الناس، أن تكون صاحب علاقات. صحيح. أن تكون إنسان أليف، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن آلف مؤتلف ولا خير في من لا يألف. فإذا كنت منعزل أو مترفع عن الناس أو عندك حدة في التعامل مع الخلق لا يمكن أن تنجح. صحيح. إذن أولا أن أؤمن بنفسي، أن تكون لدي فكرة، ثالثا أن يكون إلى جوار هذه الفكرة شيء من القبيل والدخول مع الناس، رابعا أن تكون لديك علاقات، خامسا أن تكون هناك خطة عملية، أن تكون لديك
الخطة العملية. فقمة الفكرة أو الإيمان بالنفس، ثم قمة وجود الفكرة، ثم الهمة الحقيقية، ثم العلاقات، ثم الخطة العملية. لا ينبغي لأحد أو لا يمكن لأحد أن يمتلك هذه الخمس المقومات ولا ينجح في شيء بسيط، مستحيل. صحيح طبعا. صحيح. هل يا دكتور كل واحد مننا ممكن يكون هو سبب في أنه يجعل من نفسه شخص ناجح أو شخص فاشل؟ طبعا أنا أحييكم على السؤال. شكرا. حقيقة يعني خلونا نبدأ من أشياء كبيرة ثم نصل إلى النجاح. وأسأل سؤال لي وليك وللحاضرين والمشاهدين جميعا، السعادة تأتي من الآخرين أم من القلب؟ السعادة من أين تأتي؟ ما تأتي إلا من داخلك أنت. صحيح. إياك أن تعتقد أنه يمكن لأحد من البشر أن يسعدك إذا لم تكن أنت قادر على إسعاد نفسك من الداخل. كذلك النجاح، إذا لم تكن أنت قادر على أن تنجح من داخل نفسك فلا يمكن أن تحقق أي نجاح، لا يمكن أن تحقق أي نجاح. فأول منبع للنجاح أن يأتي من عندك أنت، أن يأتي من عندك أنت. ولذلك من الأشياء التي تجعل المسافة بعيدة وكبيرة جدا بين الإنسان والنجاح أنه يظن على أنه مختلف عن الناس الناجحين. يعتقد على أن الناس الذين نجحوا هؤلاء نوع آخر من البشر، عندهم مقومات أخرى غير الذي عنده، عندهم قدرات خاصة يعني. قدرات خاصة وأحياناً يعتبرها شيء من الكرامات العالية. لا والله أبداً يعني. لا والله أبداً يعني. لنقول أحمد زويل في الفيزياء، لنقول محمود العربي في التجارة، لنقول محمد صلاح في الرياضة. صحيح. كل هؤلاء بشر مثلنا يعني. لنقول أيضاً علماء كبار جداً مشهورين يعني في مجال الدين والعلم والفقه والرياضة. صحيح. والفيزياء والكيمياء. كل هؤلاء هم بشر مثلك. ولكن قيمة الغيرة على النفس عنده عالية. أراد أن يصفق له الناس ولا يصفقه دائما للناس. أراد أن يجعل طريقه واضحا ولا يترك طريقه فارغا للآخرين. هي هذه المسائل بس. هذه الأمور المسلمة هي قيمة أن تكون أنت ناجح من داخل نفسك. صحيح. وهناك رسالة مهمة جدا وهي أن تؤمن بأن هناك فشل مصيبة. إذا آمنت أن هناك فشل مصيبة. ولذلك لا ينبغي أيضا أن نقول لهذا الإنسان أنه فاشل. في قراءات العقل الباطن وعلم النفس الداخلي لا ينبغي أن نقول هذا الإنسان فاشل. خاطئة كبيرة جدا، لأن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان إنسان. صحيح. خلقه خليفة في الأرض. ولكن لديه تجارب غير ناجحة. حي. ولم يستفد من تجارب الفشل. ولكن هو بطبعه مبدع. مبدع. هو إنسان، هو في الأخير إنسان. حي. له ألفاظه وله أفعاله وله أفكاره وله حتى مشاعره. صحيح. إحنا لما نقول هذا الإنسان فاشل، صدقيني يا أستاذتي الفاضلة وجميع المتابعين الكرام، نحطم أربع أشياء داخل الإنسان. لو أقول أنت إنسان فاشل، أولاً حطمت الرؤية في عقل البطن، خلاص. والناس يروني فاشلا. إذن حطمت مشاعره. كلمة الفشل كلمة عاطفية معروفة. نعم. هي ليست فكرية ذهنية وليست تحليلية عقلية، هي كلمة عاطفية تأثر على المشاعر والعاطفة. فأنا حطمت قلبه أيضا. الأمر الثالث منعته من أن يحاول. صحيح. المصيبة الرابعة جعلته يشعر بالدونية. فحذاري من هذا اللفظ يعني. أنا ممكن أقول أنت إنسان رائع جدا ولكن لم تكن موفقا في أساليب النجاح، لم تكن موافقا في طريقك للنجاح، أعد من جديد. كذا حيشعر على أن الطريق موجود أمامه. بهذه الطريقة سيشعر على أن النجاح لازال ينتظره. لكن أنت قلت أنت إنسان فاشل فهذه كارثة حقيقة يعني. هل يا دكتور فعليا أحيانا الفشل بيكون بداية حقيقية للنجاح؟ ألم يوجد يعني كسرة التجارب الفاشلة أو اللي فيها إخفاق ممكن لو الشخص ده عنده إصرار وعزيمة وما بييأسش بشكل كبير وبيصر على أنه يحاول مرة واثنين وثلاثة ممكن فعلا يوصل لمرحلة من مراحل النجاح اللي ما كانش يتوقع أنه يصل إليها؟ والله يا أستاذتي الكريمة أغلب الأمل ولد من الألم. حي. أغلب الآمال ولدت من الآلام. وأغلب القفزات ولدت من شدة الضيق. وما جاء الفجر إلا بعد ظلام دامس. صحيح. وما جاءت العسر أو اليسر إلا بعد العسر. بعد العسر. وما جاء الفرج إلا بعد الكرب. حي. وهكذا. خلوني أديها رسالة نصيحة لي وللجميع. نحن نهمل قيمة عظيمة جدا داخل الإنسان وهي اللفظ. وهي اللفظ. حضرتك تفضلت وقلت هل ممكن أن التجارب المتكررة من الإخفاقات تؤدي إلى نجاح كبير؟ طبعا. لكن متى؟ متى؟ عندما أقول أخطأت وسأعيد. أخطأت وسأعيد يعني يكون في اعتراف كمان بالخطأ. أي ما أخطأت وسأعيد. لأنه في ناس دكتور ما يعني بتخطئ ولكن ما بتحبش تعترف إن هي أحسنتي. لا ما هو اللفظ في حد ذاته أخطأت وسأعيد. ولكن ما عندي تجربة ناجحة. لاحظ يعني الفرق بين اللفظين بالنسبة لقراءة العقل الباطن عالية جدا. فإذا أنا استمتعت بلغة ولا في 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 علم جميل جدا اسمه البرمجة اللغوية. نعم. إذا تعودت أنا على اللفظ اللطيف واللفظ الجميل واللفظ الشيق للأمل واللفظ المتاح للإيجابية أنا ما راح أفشل. وحنهض وأقوم من جديد. صحيح. وحنهض وأقوم من جديد. ولذلك يعني
من القيم العظيمة جدا، يعني الله سبحانه وتعالى عندما يعني بعث سيدنا موسى إلى فرعون فقال قل له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. كذلك أنت قل لنفسك يا أخي. أتعجب كثير والله حقيقة أنه في ناس عنده متعة عالية جدا من الألفاظ اللبقة والذواقة والأنيقة والراقية مع كل الأحباب والأصحاب والأصدقاء، لكنه عاجز على أن ينطق لفظ لبق وأنيق ورشيق مع نفسه. مع نفسه لما؟ لا أنا ما عندي تجربة ناجحة، أنا فاشل، أصلا ما عندي نصيب، ما عندي حظ. يا أخي أنت عرفت الغيب؟ أنت عرفت الغيب؟ صحيح. ولذلك عندما تجد مثلا اثنين من الطلاب متخرجين مثلا من كلية الهندسة وتلاحظ أن واحد توفق والثاني لا، لما تجي لعند الذي لم يتوفق ما أستطيع أقول فاشل، لا أقول لم يوفق يعني. يا أخي عنده واسطة، يا أخي طيب يا أخي أنت جربت؟ لا أنا عارف ما عندي واسطة مثلا، أو أنا عارف يا أخي إن ما أعرف ناس كثير، ما أعرف شركات. طيب أنت جربت؟ لا ما جربت. طيب أنت إذن أنت من حكم على نفسك بالفشل. صحيح. ولم تجرب. لا تقل على أن هذه التجربة غير ناجحة إلا إذا جربتها. إلا إذا جربتها. كذلك بهذا في حد ذاته، عندما يتكرر التجارب تتعلم من الأخطاء. وعندما تتكرر التجارب تزداد قوتك أنت في الممارسة. وعندما تتكرر التجارب تزداد قوتك أنت بالمعرفة في الطريق الذي أنت سلكته. فلا يمكن أن تتجمع هذه المعطيات الجميلة من التجارب غير الناجحة أو الخافقة إلا إلى طريق جميل جدا. قد إيه دكتور يعني صفات الشخصية ممكن تساعد الإنسان على أنه يكون شخص ناجح أو شخص مش هنقول فاشل ولكن شخص غير موفق في حياته؟ هي ثلاث صفات حقيقة. يعني الصفة الأولى أن تكون لديه إصرار مش طبيعي. يعني ما ينفعش تروح تجرب لا خلاص. مرة حقيقة كان أحد الأحباب والأصدقاء إجا لعندي للمكتب فقال ساعدني في أن أرفع من معنوياتي أو أرفع من مناعاتي الداخلية. يعني أنا عندي مثلا اللياقة مش قوية. والله يا أستاذتي الفاضلة والجميع المشاهدين الكرام قلت له شيء واحد قال لي لا مستحيل. قلت طيب طبق طبق قبل أن تقول مستحيل وستجد على أن لياقتك ارتفعت. قال لي تفضل. قلت له كم تستطيع أن تقف؟ قال حوالي 5 دقائق إلى 7 دقائق. قلت المرة القادمة أضف دقيقة. قال طيب. قلت له وبعدها بيومين لو وقفت في مكان معين أضف دقيقة بشكل تدريجي. هذه في حد ذاتها إصرار. صحيح. لكن أن تؤمن بأن قدرتك عند هذا الحد إذن أنت المسؤول عن هذا المكان. هاي. ولذلك قاعدة رئيسية إلى الجميع، أنت مسؤول عن المكان الذي أنت فيه. أنت مسؤول عن المكان الذي أنت فيه. ما تعاتبش المجتمع ولا الناس ولا تقول أصروني أو استفزوني أو جعلوني أصل إلى هذه المرحلة. لا أبدا، أنت من ساق نفسك إلى هذا المكان وأنت المسؤول عن المكان الذي وصلت إليه. كذلك التوجيه بهذا الشكل مهم، التوجيه بهذه الطريقة أيضا مهم. إنه أنا بحد ذاتي أؤمن بأن التجربة لا تنتهي، النجاح سيأتي، الفشل سيختفي أو التجارب الفاشلة ستختفي بمجرد أن أعيد وأعيد وأعيد. كذلك الإصرار رقم واحد أول صفة من صفات الناجحين. صحيح. اثنين المرونة، البدائل المتاحة. ولذلك يعني رحمه الله الدكتور إبراهيم التقي قال كلمة وجملة إلى الآن ما غابت عن بالي. إذا أغلق الله بابا أمامك فاعلم أنه يريدك أن تذهب إلى أبواب أخرى. صحيح. جميلة جدا والله، فيها قراءة ذهنية وفكرية وعصبية ولغوية غير عادية. إذا أغلق الله بابا في وجهك فاعلم أنه يريدك أن تذهب إلى أبواب آخر. يعني هذا كذلك لتكن لديك بدائل متاحة. أنا أقدم في الجامعة، إذا لم يعني إذا لم يصل نصيبي في الطب فلتكن نصيب الهندسة. صحيح. إذا لم تكن فلتكن نظم المعلومات، إذا لم يكن فليكن علوم الحاسب، وهكذا. ما تكفلهاش في بابك وخلاص، في وجهك وخلاص. أحيانا تتهيأ أو يتهيأ لك على أن نجاحك العظيم واسمك الكبير سيكون في هذا التخصص، بينما أراده الله عز وجل في مكان آخر. صحيح. يعني. والنجاح لا يعني الشهادة الكبيرة، خلوا بالكم، بل يعني أن تكون لديك قيمة. حقيقي. قيمة طبيب، صحيح. مهندس، طيار، في أي مجال، في أي مكان، المهم أن يكون لك أثر. والله حتى عامل النظافة في الشارع له قيمة. طبعا. وله أثر عظيم جدا. طبعاً. يعني. طبعا. فرقم اثنين البدائل المتاحة. لازم يكون عندك مرونة وبدائل متاحة. ثلاثة الانشغال. لا شيء يقتل القلب والعقل والخواطر والجوارح والأفكار مثل الفراغ. أبدا. لا شيء، أعيد وأكررها وأنا مسؤول عن هذا الكلام دنيا وآخرة. نعم. لا شيء يقتل القلب والعقل والجوارح والأفكار والهمة مثل الفراغ. طالما أنت فارغ متفرق عندك فراغ كبير ما عندك انشغال فهذه كارثة. هذه الأمور الثلاثة هي صفات الناجحين دائما. إصرار، بدائل متاحة اللي نطلق عليها المرونة، ورقم ثلاثة أن تكون لديك أنت في حد ذاتك القفزة الأصلية بعدم وجود فراغ. عايزة أتوقف مع حضرتك عند جزئية قتل وقت الفراغ، وتحديدا بالنسبة للأطفال الصغارين والنشأ الجديد والشباب. قد إيه أولياء الأمور دلوقتي بيسعوا بقدر المستطاع أن إحنا دايما نشغل وقته
ما نخليش عندهم وقت فراغ، خصوصا في فترة الأجازة الصيفية الأولاد بيبقوا قاعدين. دلوقتي الجيل الجديد كله ماسك الموبايلات والتابلت ومضيع وقته على السوشيال ميديا، قد إيه محتاجين فعلا ننمي عندهم هذه الفكرة إنه يبقى في أي نشاط سواء رياضي سواء فني، تنمية لمهاراتهم حتى الإنسانية والشخصية، بحيث إن ميبقاش عندهم وقت فراغ يعني ممكن ياخدهم فيه اتجاهات احنا طبعا يعني بنتمنى ان ما فيش حد من اولادنا يروح في هذه الاتجاهات ابدا. طيب خلينا ندي اولا اول معلومه مهمه جدا وهي تصل الى الناس واسالوا بها علماء الطب وعلماء النفس. القدرات الذهنيه ذات الطفل اعلى من البالغ. صحيح. تقريبا بحوالي 7%. ونسبه ذكائهم ما شاء الله عاليه. طيب انت لما هو بدا يتكون عنده خاصه من عمر 3 سنوات الى عمر 7 سنوات، لما بدات تتكون عنده هذه الجوهره العظيمه جدا، لماذا لا توجهها انت الى احلى نشاط واحلى رياضه واحلى همه؟ ولهذا هي رسالة أيضا قد نكون خرجنا من الموضوع لكن هي رسالة مهمة جدا. يعني مرة إحدى الأخوات حقيقة اتصلت بي فقالت يا دكتور ابني هادئ، العفو ابني عنده غيرة زايدة، أنا أواجه مشكلة كبيرة. قلت خير اهدي قولي ما هي المشكلة. قالت ابني عمره 6 سنوات عنده غيرة كبيرة جدا، بيقاتل على حقه ما بيخليش حد يقارب من حقه ويمد يده على أخواته. قلت لها هل هذه مشكلة بالنسبة لك؟ قالت نعم. قلت لا المشكلة هو الآخر. الجانب الآخر هي المشكلة. لو كان هادئ جدا، لو ما عندوش غير على حقه، لو هو انعزالي عن اولاده واخوته واصدقائه، هذه هي الحقيقه، هذا هو الذي المشكله التي نبحث عليها عن حل. لكن بالعكس ابنك يعني يتمتع بالصفات الحقيقيه للطفل في هذا السن. صحيح. قد تكون مفرطه نوجهها سهله، لكن هي ليست مشكله يعني. هي ليست مشكله. بالعكس هي صفات ممكن تمكنه انه يكون شخص ناجح. ما انا شرحت لها يعني. لان ده موضوعنا ان احنا نتكلم عن النجاح. احسنتي، ما انا شرحت لها قلت لها غيرته على شيء هو مؤمن بنفسه. لا يسمح لاحد ان يلمس حقه. أن يلمس حقوقه، إذا فهو محافظ على أهدافه، على حياته. والأمر الثالث عندما بيشاغب داخل البيت، إذا بيقول لك أنا موجود، لدي حركة. بيعبر عن عندي جسد، أيوه حركة، شوفوني أنا موجود يعني. هذه أمور إيجابية بس قراءتها وإدراكها بالطريقة الخاطئة تجعل النتائج خاطئة. إذا أول معلومة يجب أن نعيها على أن الإدراك الذهني والنشاط الذهني لدى الأطفال أعلى من البالغين. فلنستغل هذه الجوهرة في توجيهها الصح. الأمر الثاني حقول لك شيء. تفضل. وهي رسالة للجميع، لي أنا وللجميع. من أكثر الإدراك الخاطئ لدى المجتمع أنه يظن على أن الطفل هذا لا يفهم. أيوة. خلي بالك لو أنت منشغل عن البيت ومنشغل عن أنشطة البيت وفجأة جيت تعمل شيء مع الطفل، هو يعرف أن أنت بتجامله. هو يدرك تماما أنك تجامله. لكن لو تحول البيت نفسه إلى جواهر جميلة جدا في النشاط الرياضي ونشاط الثقافي ونشاط الصلوات ونشاط الأكل الجماعي، كل هذا سيوجه الطفل إلى أن يستغل مواهبه كامل ويحركها بالطريقة السليمة والصحيحة. أي. ويبتعد عن الانفراد بالتلفاز مثلا أو الانفراد بالسل يعني الموبايلات الموبايلات والسوشيال ميديا التي أصبحت للأسف مرهقة للنفس والعين والسهر. فالقضية أن يشعر الطفل بأن هذه طبيعة داخل البيت. صدقوني ستتوجه كل مداركه معك. صحيح. يعني إحنا مرة عملنا بحث كبير جدا حتى مع علماء النفس وحتى مع ناس استشاري رائعين جدا عرب وغير عرب. ما أعظم شيء يستحقه الطفل أو يحتاجه الطفل من عمر 7 سنوات إلى 8 سنوات قالوا الحوار. صحيح. أن تحاوره تسمع منه، خليه يطلع يتكلم يتلفظ حتى يعني ترتفع عنده القدرات الذهنية بشكل غير عادي. صحيح. وترتفع عنده قيمة العلاقات الأسرية بشكل غير عادي، ويصبح هو مدرك لقيمته الذاتية هو كإنسان وله وجود بدرجة عظيمة جدا. صحيح. إحنا للأسف لا، إما أن نطلب منه أن يكون من الملائكة فالخطأ ممنوع ونضربه، وإما أن نهمل إهمال كبير جدا وننشغل بحياتنا، والمهم أن نوفر له المسكن والمأكل والمشرب، وهذا خطأ. صحيح. هذه جوانب عادية. صحيح. الجوانب الحياتية والحقيقية أن يدرك بأن مهامه ونشاطه وقدراته الذهنية بين بستان يجب زراعته. نعم. هذه الحقيقة الأطفال. نعم. يعني وهنا دكتور قد إيه مهم أنه الأشخاص المحيطين بأي شخص يكون ليهم دور فعال ودور مهم جدا في دعمه ان هو ينجح ودعمه معنويا تحديدا عشان يحقق اهدافه في الحياه. قد ايه محظوظ جدا اللي بينعم باشخاص محيطين داعمين وعندهم طاقه ايجابيه بيصدروها اليه طول الوقت مهما كان في اخفاقات بتحصل اليه. ومن اعظم درجات النجاح داخل البيت. صحيح. صحيح. ما هي دي النقطه فعلا الاساسيه، فكره انه الاسره هي المؤسسه التربويه الاولى، وهي الافراد وهي القدوه لاي طفل، اللي يعني من خلال تعاملهم معاه نقدر نقول ان الطفل ده ممكن يكون شخص ناجح فيما بعد ولا لا. صحيح تماما. نعم. الاطفال هم زبدة المجتمع القادم وزبدة الجيل القادم. والغريب عند الإدراك والقراءة أنه أنا أقرأ واقعي بأنه واقع أطفالي، وهذا خطأ. يعني الإمام علي قال
ربوا أولادكم فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم. صحيح. يعني اجعل منه الزمن مختلف للجيل القادم أحسن متطلباته مختلفة للجيل القادم. وأعظم نجاح حقيقة هو السعادة داخل البيت والانشغال داخل البيت والثروة التربوية العظيمة داخل البيت. كله يعني هذا كله نجاح هو الذي سيفيض بنجاحات المستقبل يعني. فما ينفعش انك تخلي ابنك يكون شوكه داخل البيت وفي المستقبل تريده ان يكون عنبا. نعم. ما ينفعش تكون القسوه في الالفاظ والمشاعر داخل البيت وفي الاخير تريده في المستقبل ان يكون رمانا. ولذلك اول درجه من درجات التاثير بين البشر ككل وبين الاسره كشكل خاص هو القرب. صدقيني يا استاذه وجميع المشاهدين الكرام، القرب هو اول درجات النفع والاثر بين الناس. ان تكون قريب، قريب من ماذا؟ قريب من حديثه، قريب من مشاعره، قريب من أفكاره، قريب من ألفاظه، قريب حتى من آماله. يعني ممكن تلاقي الطفل مثلا بيطمح يقول يا بابا أنا أريد أكون في المستقبل كذا. يعني إذا نظر إليه الأب بطريقة استعجابية وتنكرية خلاص أنت قتلت، في نوع من الاستهانة، قتلت أحسنت. يعني لا، لكن أقرب، أقرب حتى وإن كان كلامه يعني شيء من الخيال، أقرب عادي. صحيح. عش معه. صحيح. اتحول معه إلى رجل فضاء، تحول معه إلى ضابط عملاق، تحول معه إلى طيار ممتاز، تحول معه إلى طبيب غير عادي، وهكذا. إذا كنت رائع جدا في أدبيات التعامل مع الناس، فإن أولى الناس بهذا التعامل الراقي هم أولادك. صحيح. وهي ثروة، وثورة هي ثروة قومية، هي ثروة قومية وثروة وطنية واتجاه رائع جدا لصناعة أحلى جيل للبلد ولجميع الوطن العربي. صحيح. دكتور سعدنا بلقاء حضرتك النهارده، شرفتنا ونورتنا وافدتنا ب يعني معلومات كثيرة جدا عن أسرار النجاح وإزاي ممكن نكون أشخاص ناجحين في حياتنا. بلاش مصطلح الفشل ده، لأنه حقيقي أحسنت. الإنسان مهما عايش ومهما حاول وكان عنده إصرار هينجح بشكل أو بآخر، حتى لو كان النجاح ده بقدر بسيط، ولكن في النهاية ربنا سبحانه وتعالى بيدي كل إنسان قدرات معينة بتمكنه من أنه يحقق النجاح في حياته. بشكرك يا دكتور، شرفتين ونورتين. دكتور عز الدين الحيدري، استشاري علاقات نفسية وأسرية وتنمية بشرية. الله ينورك يا رب. شكرا لك. كده مشاهدينا بنكون وصلنا مع حضراتكم لختام حلقتنا النهاردة. بشكركم طبعا على حسن المتابعة، وغدا إن شاء الله تجدد لقاء حضراتكم وحلقة جديدة ونهار جديد.